بسم الله الرحمن الرحيم. بعتذر بس عن التأخير والله يا جماعة، ظروف طارئة خارج عن إرادتي. يا رب إن شاء الله نكون موجودين بحيث نكمل النهاردة. استنى شوية كده لغاية إن شاء الله، حتى أنا ملحقتش النهاردة إن أنا أنزل الصور اللي هنتكلم فيها، هنشوفها مع بعض دلوقتي وبإذن الله رب العالمين هنزلها لكم PDF بعد ما نخلص. نرجو بس كده إن شاء الله يكون في الناس معانا. استنى شوية كده. ماشي، هنبدأ نكمل كده. هنكمل إن شاء الله النهاردة البكتيريال انفكشن الجزء الثالث. هنقول بعض الحاجات برضو بنشوفها، حاجات مش صعبة قوي وكومن، وممكن في حاجات بعض الحاجات ممكن تكون تايهة عن بالنا شوية. إن شاء الله رب العالمين الأسبوع اللي جاي مش هنقدر نتكلم، هننجح الأسبوع اللي جاي، وبإذن الله الأسبوع اللي بعده هنبقى فضلنا مرة كمان ونخلص البكتيريال انفكشن خالص. فهنبدأ النهاردة كده، هنعرض حتى الفيديو وان شاء الله بعد كده هو هينزل على الجروب، ممكن تشوفوه بعد كده اذا ما قدرناش نتابع هنا لان الظروف اللي حصلت دي معلش خلت الدنيا تتلخبط شويه. فاول حاله هنشوفها دلوقتي نعتبره كانه فيديو مسجل. دي حالة موجودة في الأجزل في الـ آسف في الجروين، الليجن موجودة عندنا في الجروين زي ما احنا شايفين هنا. الليجن هي هايبر بيجمنتد باتش، بطشة بيضة بطشة بني موجودة في الجروين وعليها شوية فاين سكيلز موجودة. طبعا دي سبوت دايجنوز من الحاجات السهلة جدا اللي هي بنقول عليها إريثراسما. نفس المنظر تقريبا بس موجود في الأجزلة، بطشة لونها بني موجودة في الأجزلة وممكن تلاقي عليها شوية سكيلز، وبعض حالات ساعات بتبقى إيتش شوية. طيب نكمل كده عشان هنشوف بعض حالات كده مع بعض. نفس الفكرة برضو، اللون البني أغمق هنا شوية. تعالى بقى نشوف دي، هل هي نفس الفكرة ولا مختلفة؟ لا الدنيا هنا مختلفة. أنا هنا عندي بقى في عندي هنا زي بوردر موجود، فدي تينيا سيرسيناتا بس موجودة في الأجزلة، أقول عليها تينيا أجزلاريس، مختلفة تماما عن الصورة اللي فاتت. طب نشوف اللي بعدها كده، نفس الفكرة، دي بداية ديفرنشال دايجنوزس بقى في حاجات في الأجزلة. نفس الفكرة برضو هنا عندي بدأ يظهر عندي هنا البوردر موجود والسنتر بدأ يبقى مور ليس فري، يبقى التانية ممكن تطلع في الأجزاء اللي بنسميها تانية أجزيلارس. نكمل. طب نشوف دي كده، في فرق مهم قوي قوي في الصورة دي، وهو إن هنا في عندي رسيمة موجودة في الأجزلة ولكن في عندي ساتلايتس. فالساتلايت الليجن اللي موجودة الأقمار الصناعية اللي حوالين الليجن نفسه دي بتاعة الكانديدا، يبقى كانديديازس. يبقى احنا قلنا الأريثرازما ممكن تيجي في الأجزيلا، خش الفرنش جنوز معاها التانية أجزيلاريس، وكمان الكانديدا ممكن تيجي في الفلكشر. نكمل. الحاجة دي مهمة جدا كده، للوهلة الأولى كده أنت ممكن تقول عليها تانية، ده في بوردر أهو ومش عارف إيه وبتاع، لكن لما أبص عليها هنا أول حاجة هلاقي إن هنا بليك وليس مجرد باتش، بليك ليها سمك. حاجة تانية مهمة جدا جدا جدا، شوف الصورة ما ننزلها هتلاقي في فيشرز، زي ما يكون في حاجات خطوط تجريحات تشريحات في البليكس دي، بينفول فيشرز،
والعيان ده هيقول لك الهيستوري بتاعها طويل جدا، بتروح وبتيجي وبتروح وبتيجي سنين. فدي حالة هيلي اند هيلي ديزيز، ما ننساهاش خالص، هيلي اند هيلي ديزيز. نفس الفكرة برضو، بليك موجودة في فليكشر، وتلاقي فيه بينفول فيشر هيلي اند هيلي ديزيز. طب تعال نشوف دي حاجة برضو في الأجزيلا أهو، بس ايه اللي موجود بقى عندي؟ الهير نفسه لونه متغير وفيه زي كتل كلاكيع موجودة عندي، نسميها كونكريشن او نوديولز along الهير شافت. وتلاقي الهير كمان في الحتة دي، الاجزيلا السويتنج نفسه له باد اودر، وكمان له كلر مختلف. باد اودر دي يعني برومو هيدروز، برومو هيدروز او برومو هيدروز، لون مختلف يعني، او بقى له لون بقى اسميها كرومو هيدروز. فدي الحاله دي اسمها ايه الاول؟ دي بنسميها ترايكو مايكوزيس اكزيلاريس، نوع من انواع البكتيريا نتكلم عليهم دلوقتي، بس احنا هنشوف الصور كده وبعد كده نرجع نتكلم عليهم تاني. نفس الفكره برضو، تلاقي الاجزيلا اللون الشعر نفسه مصفر او بني، وفي زي كتل او كلاكيع along الشافت بتاع الايه الهير نفسه. فدي اللي بنقول عليها ترايكو مايكوزيس اكزيلاريس. هنقف عند دي ونبدا نتكلم كده شويه. بعتذر تاني عن اللي حصل وعن التأخير، معلش حاجة خارجة عن إرادتي والله. ف بدأنا احنا دلوقتي هنشوف الصور تاني برضو، طالما زمايلنا بدأوا كده يعني ايه نورونا، هنشوف الصور تاني. قلنا ان احنا هنكمل النهاردة ان شاء الله البكتيريا انفكشن، ده الجزء الثالث، هيبقى فاضل لنا مرة واحدة ونخلص البكتيريا انفكشن. كنت بقول ان هو انا بصراحة سعيد جدا بان هنخلص جزء محترم زي ده من تكست بوك محترم زي بولونيا، ما هواش من كتاب صغير. عرفنا حتى الحاجات الكومن والحاجات الصعبة، الحاجات الرير شوية اتكلمنا عليها. فان شاء الله فضلنا مرة، الاسبوع الجاي هيبقى هنبقى اوف فيها، هنريحكم شوية. الاسبوع اللي بعده باذن الله هنخلص البكتيريال. بعد كده هيبقى في مرة هنتكلم فيها على الليبروسي لوحدها، مرة لوحدها كمايكو بكتيريال انفكشن، ومرة تانية هنتكلم فيها عن التي بي اوف ذا سكين مع الاتيبيكال مايكوبكتيريا كتكملة المايكوبكتيريا. فالنهاردة احنا ان شاء الله الجزء الثالث من البكتيريا. شفنا صور، هرجع هوريها لكم تاني معلش عشان زمايلنا اللي ما كانوش موجودين، هنبص عليها وهنتكلم بعد كده. ماشي، هنبص عليها تاني عشان احنا بدأنا بس ما كانش لسه حد معانا قوي. سريعا كده، بسم الله. قلنا هنا ان في عندي في الحالات هنزلها بي دي اف بعد ما اخلص، ما لحقتش انزلها معلش زي ما احنا متعودين، بعد ما نخلص هنزلها بي دي اف. ليجن في الجروين عندي باتش او بوتش لونها بني موجوده في الجروين، وممكن تلاقيها عليها فاين سكيلز. اللون البني ده كاركترستيك جدا، فدي الحاله دي كلنا عارفينها، حاله ريسراسم. تمام، طب نيجي نبص على دي كده، نفس الفكره، اه نفس الفكره، بوتش لونها بني very well defined وموجوده في فليكشر. في الغالب بتلاقيها بايلاترال، ما تلاقيهاش في حته واحده كده. وممكن تلاقي شويه سكيلز موجوده في الحته هنا دي، في الحته الصغيره هنا او في الفليكشر نفسه سكيلز لونها ابيض ممكن، وممكن ما تلاقيش. يبقى very well defined brownish patch موجوده في فليكشر mostly bilateral، وممكن تلاقي بقى واخده كذا سايت مش بس الاجزيلا، يبقى دي برضو حاله ايه؟ ريسرازم. سهله في التشخيص، هنتكلم عليها دلوقتي ايه العلاج، بس هنشوفها هي ومتشابهاتها، يعني ايه الديفرنشال جنوز ده. هنكمل رايكم ايه؟ برضو اريثرازما لون بني اغمق شويه وباين السكيلز اللي لونها ابيض في المنطقه دي هنا اهي، وبرضو بوتشا لونها بني موجوده، حتى تلاحظوا هنا كمان بدا يبقى في حته كمان اهون في الاذر سايد، دايما بتلاقيها بايلاترال اند سيمتريك في الغالب، يبقى برضو اريثرازما. طب نيجي نشوف بقى كده هنا، شايفين بقى هنا الحالة؟ لا ده هنا بقى في حاجة مختلفة، أولا اللون مختلف، وبدأ يبقى عندي هنا بقى some sort of border موجود هنا. فدي لا هنا بقى هنا دي اللي هي ايه بنقول عليها تينيا اكزيلاريس. نشوف برضو الصورة دي تاني، الصور كلها هنزلها لكم تاني ان شاء الله. هنا برضو باتش موجودة، وموجودة في الاجزيلا بس اللون اريسيمتس، ولا بدأ يطلع عندي هنا بوردر، وفي بعض ليجن كمان تحت اهي بدأت تبقى موجودة.
وهنا بقايا بوردر، وتلاقي دايما ساعات البوردر انتربتد شويه، يعني مور اور ليس تنيا انكوجنيتو، لان دايما العينين دول بيروحوا حاطين توبيكال استرويد في المنطقه دي فيغير شكلها شويه. لكن هنا عندي باتش بوردر واضح خالص اهو، على عليه فيزيكال او عليه بابيول، والسنتر مور اور ليس بقى فري اللون اريسيماتس، فدي تينيا اكزيلاريس او تينيا سيرسيناتا ان اكزيلا. كويس كده. طب تعالى نشوف الحاله دي، الحاله دي مهمه بقى برضو. ايه المميز هنا؟ اول حاجه في فيرست لوك ساتلايت ليجن، يعني الكانديدا ممكن تيجي في الاكزيلا طبعا، كانديديازيس في الاكزيلا من ضمن الفليكشر، فدي كانديديازيس في الاكزيلا. يبقى احنا دلوقتي قلنا الريسرازما ممكن يخش ديفرنشال جنوز معاها التانيا اكزيلاريس او تانيا كروريس على حسب الفليكشر اللي موجود، وتاني حاجه الكانديديازيس. طب نشوف بقى الحاله دي مهمه قوي 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 قوي، نبص كده على الليجن دون هنا. للوهله الاولى ممكن تقول عليها ده دي تينيا زي الحاله، تقول عليها تينيا سيرسيناتا او تينيا اكزيلاريس. لكن لو بصينا شويه ودققنا شويه، لا الاقي هنا ان عندي الليجن مور ليس بليك، ما هوش باتش قوي. ولما دقق قوي قوي بصوا كده بقى، شايفين التشريحات اللي بالعرض دي كده اللي بيقول عليها بينفول فيشر، بينفول فيشرنج. وتبص على الهيستوري بتاع العيان دون يقول لك بقالها سنين معايا، بتروح وبتيجي وتروح وبتيجي وتروح وبتيجي كتيره جدا جدا، وتلاقي تزيد اكتر في فصول الصيف دي. يبقى عندي ويل ديفايند بليك مش باتش، وعلى السيرفس بتاعها بينفول فيشرنج، يبقى دي حاله ايه؟ هيلي اند هيلي ديزيز. هيلي اند هيلي ديزيز ده واحده من الديزيز اللي بيسموه حتى ساعات البناين فاميليال بنفرس، الاسم التاني بتاعه. اهم حاجه كاركترستيك فيه في الفليكشر بليك اريسيميتاس وذ بينفول فيشرنج، يبقى دي الوهله الاولى ممكن اشخصها تينيا سيرسينات او تينيا اكزيلاريس. لا، من الهيستوري ومن شكل الليجن الموضوع مختلف. تمام دكتوره منى فرج، هيلي اند هيلي فعلا زي ما احنا بنقول دلوقتي. برضو نفس الفكره، بليك موجوده في فليكشر وتلاقيها متشرحه كانها انت في بينفول فيشرنج بالعرض او بالطول موجوده، ومهم جدا في الهيستوري الكورونستي، ومهم جدا ان العيان بيقول لك بقالها فترات طويله سنين معايا وبالذات اكتر في الصيف. يبقى نخلي بالنا ان هيلي اند هيلي ديزيز ممكن يخش في الديفرنشال دياجنوز معايا في الفليكشر. طب دي ايه بقى؟ ما دي ليجن في الاكزيلا برضه اهو، بس ما هياش بقى لا بليك ولا بتاع ولا اي حاجه. كل الفكره كلها ان الهير عندي بتاع الاكزيلا لونه متغير، وعليه على الشافت بتاعه زي ما يكون كلاكيع لونها اصفر او لونها بني. دي اللي بنقول عليها ترايكو مايكوزيس اكزيلاريس، ترايكو مايكوز اكزيلاريس. مفيش حاجه في السكين، لكن كل الافكشن في الهير. نفس الفكره برضه، ودي كومن جدا على فكره، وكتير قوي ما بيكشفش عليها، وبيجي يشتكي ان لون العرق بتاعه متغير او ريحه العرق متغيره. اللون بنقول عليها كرومو هيدروزيس، او الريحه نفسها وحشه نسميها برومو هيدروزيس. فممكن العين يجي يشتكي كده، تيجي تعمل له اكزامينيشن تلاقي الموضوع ده. ايه بقى الموضوع ده؟ اللي هو شويه كلاكيع لونها بني موجود على الشافت بتاع الاجزيلا، موصل الاجزيلا، ممكن تبقى الجروين برضه بيبك هير بس موصل الاجزيلا، بنقول عليها ترايكو مايكوزيس اكزيلاريس، ترايكو مايكوزيس اكزيلاريس. تمام يا دكتوره ضحى، ايه ترايكو مايكوزيس اكزيلاريس؟ الحاجات الكومن، الحاجات اللي هي بنشوفها كتير وعلاجها سهل جدا زي ما هنتكلم دلوقتي. نقف لغايه هنا. يبقى احنا دلوقتي شفنا مين اللي احنا كلامنا اصلا على ايه بقى؟ شفنا شويه حالات كده، بس مين اللي كلامنا مين اللي على تكمله بكتيريا انفكشن. ايه بقى البكتيريا انفكشن اللي بنتكلم عليها دلوقتي؟ اللي هي كورايني بكتيريوم انفكشن. كورايني بكتيريوم دي اصلا بكتيريا موجوده كومنسال عندنا وعايشه عندنا، تحت ظروف معينه بتبدا تتحول الى باثوجينيك، لكن هي كومنسال موجوده يعني. الكورايني بكتيريوم دي جرام بوزيتيف بكتيريا، وبتحب قوي الحتت بقى الورم والمويست او المناعه تقل شويه او الكلام ده كله يبدا يطلع. ايه اللي شفناه من الكورايني بكتيريا دلوقتي؟ اللي هو الريسرازما، شفناها سواء في الاكزيلا او في الجروين، دي واحده من الكورايني بكتيريا سبيشيز. مش هنخش في تفاصيل الاسامي قوي، اساميهم رخمه شويه، لكن دي واحده من السبيشيز بتاع الكورايني بكتيريا بتعمل لها الريسرازما. زي ما قلنا في الفليكشر، زي ما قلنا لونها بني، بوتشا لونها بني موجوده في الفليكشر، مي بي كفرد باي وايت سكيلز. تمام، مهم قوي لو شفت حاله الريسرازما اعمل ايه؟ هنتكلم على العلاج دلوقتي حالا في كل الحالات، بس حاله الريسرازما شفتها قبل ما اعالج اعمل ايه؟ اكسكلود دايابيتس، مهمه جدا. ولو العين لو تخين يخس شويه، ودايما تلاقيها جايه في العينين دول اوبيز ودايابيتس وولد ايج، دايما تلاقي معظم الحالات كده عيانه تخينه شويه، في الغالب في ميل اكتر كمان، دايما تشوف في ميل اكتر يعني، ودايابيتك
اولد ايج. فمهم جدا ان انا لو العيان ده ما عندوش دايبيتس ما تقولوش عندك سكر ويقول لك ما عنديش، لا لازم تعمل له سكريننج للدايبيتس تمام. ولو اوبيز يبدا لازم طبعا يعمل ويت ريدكشن، دي مهمه جدا، مع الانستراكشن بقى ان هو ينشف الحته دي والعرق والكلام ده كله، لان زي ما احنا قلنا ان المجموعات القرانيه بكتيريا بتحب الحته الايه الهيوميد والحتت اللي هي الويت او اللي فيها هيوميدتي شويه، لكن لما تنشف ده بيساعد على اليمينيشن للاورجانيزم. فدي اول نقطه، شفت حته الاستلازمه سهله جدا ومفيش منها مشكله، مهم جدا جدا ان انا ايه ادور على الدايبيتس. ونخلي بالنا في الاستلازمه للناس اللي عندهم في مستشفيات في وود سلايت، الوود سلايت بيطلع لي بيها لون كورال ريد عامل زي الشعب المرجانيه، لون احمر زي الشعب المرجانيه. الناس اللي عندها وود سلايت ياكد لي التشخيص لو انت شاكك. طيب ده كلينيكال عامله ازاي، وقلنا هدور على ايه. ديفرنشال دياجنوز شفناه، تانيا اكزيلاريس، كانديديازيس، هيلي اند هيلي، ممكن سيبوريك درماتايتس ساعات ممكن تيجي في الحته دي، ممكن تكون على فكره درماتايتس عاديه، بس الدرماتايتس او الفراكشن درماتايتس العاديه بتلاقيها ال ديفايند حته بس ارسيمه وشويه اتشنج وخلاص، لكن شفنا شويه حالات من الديفرنشال دياجنوز بتاعها. ونخلي بالنا هيلي اند هيلي بوتون مايند ما تنساهاش. طيب العلاج، مجموعات الكورينيا بكتيريوم كلها علاجها تقريبا مور ليس واحد، بتستجيب توبيكال جدا جدا اللي هي بكتيريا، فبتستجيب توبيكالي قوي لتوبيكال كليندامايسين او توبيكال فيوستيك اسيد او توبيكال اريستروميسين. اريستروميسين توبيكال اللي هو ايه؟ اريستروميسين الاكنيمايسين بتاع حب الشباب ده، الاكنيمايسين كريم ده توبيكال اريستروميسين، بستخدمه في الحالات دي. بتستجيب جدا لاي حاجه من دول، كليندامايسين ده زي الموجود في السوق كليندسول لوشن ده، او فيوستيك اسيد بمركباته كلها، او اريستروميسين اللي هو الاكنيمايسين كريم ده توبيكال اريستروميسين. طب لو الحكايه سيفير واكستنسيف قوي، قبل برضو ما اخش فيها كمان، الغريب بقى في الحالات دي كمان انها بتستجيب للتوبيكال انتي فانجل ازولز. مش انا عن نفسي ما اعرفش تفسير، لو حد فيه عنده ليه تفسير ليه يقول لي، بس هم لقوا ان هي ليها الانتي فانجل ليها سبيكتروم كمان بتغطي الكوريني بكتيريا وبتبقى افكتيف اجينست ليها، بس كتفسير ليه بالظبط او ميكانيزم بالظبط انا ما اعرفش. فممكن نكتبها بعض الحالات نروح كاتبين كمان توبيكال انتي فانجل. طب لو الحكايه اكستنسيف قوي او ديسيمينيتد او العيانه دايبيتك وعندنا ليجنز كتير قوي، يستحسن ادي سيستميك، ومن السيستميك الحاجات الكويسه ان انا اكتب سيستميك اريثروميسين. اذا ما كانش موجود في السوق ممكن يعني استعيد عنه بالازيثروميسين باسامي كتيره، ازيثروماكس او نيوزيليد او او او، ممكن اديه، لكن لو الاريثروميسين موجود بيبقى هو طبعا احسن كتير. وكمان يستحسن ان انا ادي انتيسيبتيك سوب كبروفيلاكتيك للبكتيريا، لان هي رحنا او جينا دي بكتيريا فلازم ادي انتيسيبتيك ايه سوب ليها. يبقى العلاج حاله اريستراز شفتها سهله في التشخيص، اتاكدت الاول من التشخيص، حطيت في دماغي الديفرنشال نوز ما هياش، وهي سهله جدا على فكره تظبط دايجنوز، اللون البني ده كاركترستيك قوي مفيش بوردر ليها واضح قوي، السكيلز الخفيفه اللي عليها. العلاج زي ما قلنا توبيكال كليندامايسين او اريثروميسين او فيستيك اسيد، ممكن توبيكال انتي فاجن بي افكتيف ساعات كمان لو هي عليها سكيلز كتير قوي، بدي كمان كاربامايد كيوريا ككيراتوريتك بيحسن جدا الموضوع معايا. ولو سيستميك محتاج بدي سيستميك اريثروميسين او اذيثروميسين، وما ننساش ابدا كنترول دايابيتس او سكريننج فور دايابيتس. حاله سهله لكن بنشوفها كتير، النقط دي كلها ايه اتغطت الحمد لله. طيب ايه اللي بعد كده؟ شفنا حاله برضو في الاكزيلا بس ما كانتش باتش ولا حاجه، شفنا بس ان الشعر بتاعنا اللون مختلف وعليه زي ما يكون على الشافت بتاعها نفسه زي ما يكون كلاكيع لونها بني او لونها اصفر، مع العيان بيجي يشتكي من حاجتين دايما، وده شكوته على فكره هو ما ياخدش باله قوي ان الشعر فيه حاجه، بس يشتكي ان ريحه العرق بتاعته لونها ريحه العرق وحشه بنقول عليها برومو هيدروزس، واللون دكتوره نانيس ماشي منورانا دكتوره نانيس هيلي اند هيلي، حاضر هقولها والله هقول الهيلي اند هيلي، فكريني بس كده في الاخر هقول تريتمنت اوف هيلي اند هيلي ديزيز، لان هيلي اند هيلي ده كان ديفرنشال دياجنوز بس ما هوش بكتيريا انفكشن، حاطينه في ديفرنشال دياجنوز بس هقوله في الاخر حاضر. سؤال مهم وهقوله حاضر هجاوبه. بالنسبه لي العيان يشتكي من برومو هيدروزس ريحه العرق وحشه، ويشتكي من كرومو هيدروزس يعني لون العلق متغير، ويقول لك الفانيلات مثلا او الهدوم بتاعته بتدي لون تمام. الازيثروميسين دكتوره ساره بديه زي ما نفس ما بدي في الاكني برضه 3 ايام، ومفروض بمشي لمده شهر 3 ايام في الاسبوع لمده شهر. الريثروميسين دوز بتاعتي 500 كل 6 ساعات، دكتوره شيماء الريثروميسين كل 6 ساعات 500 لمده من 10 ايام لاسبوعين، بس مشكله الريسترو مثلا مش متوفر، اذا توفر منه بتلاقي 250 اسمه ريستروسين اذا لقيتيه يعني.
تمام، لان مشكلته ان هو شح شويه. كنا بنقول ان العيان ده بتاع ترايكوماكوز اكزيلاريس انت بتشوفها كلينيكالي كده، لكن شكوى العيان ما بيجيلكش يقول لك انا عندي كلاكيع ولا عندي حاجه، هو بيشتكي من لون العلق متغير وريحه العلق متغيره، كروم هيدروز اند بروم هيدروز. تيجي تشوف تلاقي الموضوع ده ترايكوماكوز اكزيلاريس دي عباره عن برضه كوريني بكتيريوم سبيشيز. خلي بالنا بس من حاجه، ان الترايكوماكوزس اكزيلاريس ان هي اهم علاج ليها. خلاص احنا عرفنا كلينيكال عامله ازاي وبتعمل ايه، اهم علاج فيها هو تشيفنج اوف هير. لو انت قعدت تدي علاجات والهير بالمنظر ده وطويل قوي كده مش هيتحسن. مهم جدا ريجولار تشيفنج اوف ذا هير ده المين ستي في العلاج، تمام كده. يبقى ده اهم حاجه في العلاج، مع ايه بقى؟ برضه مع حاجات انتيسيبتيك زي ستيال لوشن او انتيسيبتيك سوب، وبرضه نفس العلاج بتاعنا توبيكال اريثرومايسين، توبيكال كليندامايسين، توبيكال فيوستيك اسيد، توبيكال انتي فانجل، اي حاجه زي ما قلنا بالظبط في علاج الاريثرازما. ممكن في البيت كيراتوليسيس ادي نفس العلاج، ولكن لازم اعمل تشيفنج للهير. طيب نيجي بعد كده على عشان نخلص بقى الكوريني بكتيريوم. احنا قلنا ساعات بتسالوا سؤال في الشفوي او ساعات يجي لك سؤال يقول لك السكين مانيفستيشن اوف كوريني بكتيريوم، هقوله تجميعه كده هقولها ونخلي بالنا منها، لان في حاجات ممكن هننساها، هنفتكر الثلاثه اللي هنقولهم بس هننسى حاجه هقولها دلوقتي. طيب ايه بقى ثالث حاجه عشان نبقى خلصنا الكوريني بكتيريوم؟ هنشوف الصوره دي عشان نبقى كملنا الكوريني بكتيريوم ونقول التجميعه دي. دي خلاص ترايكوماكوز اكزيلاريس. اه دي بقى حاله برضو سهله جدا وبنشوفها كتير، بس نخلي بالنا عشان ما نتلخبطش مع حاجات تانية. دي اللي بنقول عليها ايه، البيتت كراتوليسيس او بيتت كراتوليس. ماشي، بيتت كراتوليس. البيتت كراتوليسيس دي سهله جدا، ان تلاقي العيان بيجي يشتكي، هو جاي يشتكي شكوته الاساسيه يقول لك ريحه رجلي مش كويسه، باد اودر اوف ذا فود. انت اول حاجه ما تسمع الشكوى دي بيجي في دماغك ان ده فانجل انفكشن وخلاص، انتر ديجيتال تينيا بيدس وخلاص. لا، تخلي بالك ان بيت كارتولس من الحاجات المشهوره قوي اللي بتعمل لي باد اودر اوف ذا فود. اجي ابص الاقي فيري سوبرفيشال، خلي بالك فيري سوبرفيشال، لان هو الاورجانيزم هنا بياكل في الكارتين لاير بس اخره. حاجات نقط او ديبريشنز صغيره قوي لا تتعدى 7 مللي، وموجوده دايما في منطقه السول، وممكن تلاقيها ساعات على الحته اللي بيدوس عليها اكتر. تمام؟ تمام يا دكتوره ابتسام. بيتا كارتولس ساعات الحكايه بتبقى اكستنسيف قوي كده، وتلاقيها واخده الرجل كلها. شايفين المنظر عامل ازاي؟ هنزل الصور دي كلها ان شاء الله في PDF بعدها، واسف تاني ما لحقتش انزلها قبلها بس عشان بدانا متاخر وكان ظروف غصب عني. ممكن تاخد كل الرجل كلها، فنخلي بالنا انها فيري سوبرفيشال، سمول ديبريشن لا تتعدى 7 مللي، ما بتجيبش 1 سم خالص عمرها، وكتيره قوي موجوده، وتلاقي العيان شكوته دايما بيشتكي ان في ريحه رجله مش كويسه، ريحه عرق او ريحه الرجل او شرابات او كده، دايما ريحه مش كويسه. نخلي بالنا ان دي ما هياش فيروكا بلانتاريس، المنظر دون كده ما هياش فيروكا بلانتاريس. فيروكا بلانتاريس زي ما احنا عارفين بتبقى سراوندد باي زي ريم كده اوف كيراتين، وتلاقيها فيري ديب، وتحط ايدك عليها بتلبس تحط ايدك عليها تلاقيها لا ناشفه جدا معاك، فيرم انكونسستنسي، والعيان بيشتكي جاي يشتكي يقول لك ده فيها بين. خلي بالنا برضو نحط في الديفرنشال دياجنوز في دماغنا حاجه زي كده، مش دي كل دي مش كلها مش فلوكا بلانتاريس هيتحط في الديفرنشال دياجنوز، بس نحط في دماغنا ان في حاجه اسمها بانكتت كيراتوديرما، او نحط في دماغنا ان في حاجه اسمها بالمو بلانتر بوروكيراتوزس. حطهم بس بوتون مايند، لانك لو حطيتهم في دماغك ولقيتهم كتير قوي وشكلك مش مريحهم هتاخد بايوبسي. بص الحاله دي، هل الحاله دي يعقل مثلا ان دي فلوكا بلانتاريس بايلاترال وسيمتريكال وماليه الرجل كلها كده؟ نيفر. هل دي بيتت كاراتوليس زي الحاله اللي شفناها؟ لا برضو. تمام، كلها سمول ديبريشن اه، بس كراتوتيك، يعني تحط ايديك تلاقيها ناشفه ولونها يلو شويه وعليها ريم، حواليها ريم اوف هايبر كيراتوزز، وموجوده بايلاترال سيمتريكال. دي حاله ممكن تكون رير، بس لازم تبقى عارفها او تحطها بوتن مايند، وما تعالجش عايزين ان الحاله زي دي ان دي في الركب لانتاريس بس اكستنسيف شويه، وان العيان ممكن تكون مناعته لا، انت تلاحظ انها بيلاترال وسيمتريكال، وكمان العيان ده كمان عنده في ايديه كمان، لو يعني هو بس بقيه الصور مش موجوده، عنده في ايديه كمان، ده كانت كيس ريبورت. دي اللي بنسميها بالمو بلانتر بورو كيراتوزس، بالمو بلانتر بورو كيراتوزس. تمام، او ساعات ممكن تتحط كديفرنشال دياجنوز بالمو بلانتر، او بنسميها بانكتت كيراتوديرما، ان هي حاجات زي النقط كتيره قوي بانكت كيراتوديرما. موضوع كبير جدا سواء بورو كيراتوز او كيراتوديرما، انا عايز هدفي بس هنا بوتن مايند ان في حالات بتبقى بالمنظر ده
ما اقولش عليها لا فيروكا بلانتاريس ولا اقول عليها بيتا كيراتولسيس. بيتا كيراتولسيس فيري فيري سوبرفيشال زي الصورتين اللي شفناهم قبل كده. فلما تحط دي في دماغك يبقى انا خلاص ده حطيت ايدي على خط معين او طريق معين له بقى طريقه في التفكير ودوك هيجي له وقت ان شاء الله هنتكلم فيه. بان برضه كيراتوديرما تمام بس بحدد نوعها هنا اللي هو بانكتت كيراتوديرما، لكن الحاله دي بقى كانت حاله يمكن رير شويه بنسميها بالمو بلانتر بورو كيراتوز او بيسموها بورو كيراتوزز بلانتاريس اي بالمارس. تمام، بالبيوبسي طبعا شخصت شور بالبيوبسي، لكن انت لو مش في دماغك هتقول دي فيروكا بلانتاريس وهتعالجها هذا الاساس وعمرك ما العيان ده مش هيتحسن خالص بعد كده. فهمنا كده القصه دي مهمه قوي برضو نفس الكلام عشان اديها. تمام، يبقى احنا دي وقفنا عليها نتكلم بقى على اللي شفناها بالصوره الاولانيه خالص اللي هي البيتت كيراتوليسز او بيت كيراتولايسز. دي نوع من انواع الكوراين البكتيريوم، بتبدا البكتيريا بتاكل في الايه الكيراتين لاير وتبقى يسموها حتى كده بتعمل ديبريشن زي فوهة البركان كراتر لايك ديبريشن. مش بس الكوراين البكتيريوم كمان ده في كمان نوع انواع تانية من البكتيريا مش هتخش يعني في تفاصيل قوي بيسموها الكايتوكوكس. يبقى مش بس برضه هي نوع من انواع البكتيريا. مهم ما علينا عشان ما نخشش في ديتيلز. وبيجي العيان بيشتكي زي ما احنا قلنا بيجي بيشتكي من ايه؟ من باد اودر اوف ذا فود. علاجنا ايه؟ عرفنا الديفرنشال دياجنوز بتاعها شفنا شويه صور، علاجنا فيها ايه؟ نفس علاج الاريستريزما نفس علاج الترايكومايكوز اكزيلارس. مهم جدا جدا يحافظ على نشفان رجله، يعني لو بيلبس لو بيتوضى بيلبس شراب على طول لا لازم يشرب رجله كويس بعد الوضوء، دي مهمه جدا. الناس اللي هم بيبقى لابس شوز فترات طويله قوي يستحسن لو يغير الشراب في نص اليوم يبقى كويس. مع نفس العلاج برضه نفس التوبيكال الاريثرومايسين كليندامايسين فيوستيك اسيد، ممكن ادي برضه مايكوناس كريم. في ناس بقى بتدي في الحاجات دي كمان المونيوم كلورايد 20%. عارفين ليه المونيوم كلورايد 20%؟ عشان حاجه يقلل السويتنج شويه، لان في بعض الناس بيبقى مصاحب معاها سويتنج كتير وده اللي بيديني الميديا بتاعت الهيوميد ميديا اللي فيها هيوميديتي جامده ووتر كتير، فده بيسهل ظهور الانفكشن. في ناس بتدي ساعات فيها المونيوم كلورايد 20%. وما نيجي نتكلم عن الهايبر هيدروزس هنقول كلام فيها كويس ان شاء الله وهنقول ده من ضمن اللاينز اوف ميديكال تريتمنت، لدرجه ان في بعض الناس لما تكون حكايه سيفير قوي وعنده هايبر هيدروزس مصاحب معاها جامد قوي بيحقنوا بوتوكس في الحتت دي كمان، بيدوا علاج ميديكال تريتمنت شويه يحسن الدنيا ويحقنوا بوتوكس كانك بتعالج بوتوكس كانك بتعالج حاله هايبر هيدروزس في السول ويحقنوها بوتوكس في بعض الحالات الريزيستنت. تمام كده، فدي الفكره لان العرق من الحاجات الفاكتورز في الايتوباثوجينيسيس بتاع الايه البيتت كيراتولس. حاله سهله برضو بس ممكن تقابلنا وعرفنا السيجنيفيكانس بتاعها ايه. حكايه السويتنج ده نخلي بالنا منه، لو العيان مصاحب مع عرق كتير حاول ادي مع العلاج بتاعي او بعد ما يخف بالعلاج ده ادي له حاجات تقلل العرق شويه عشان اقلل الريكارنس بعد كده. وما ننساش ابدا الايه الانتيسيبتيك سوب او الانتيسيبتيك سوليوشنز، لان ده رحنا او جينا دي ايه بكتيريال انفكشن. تمام كده، الثلاث حاجات دول بنسميهم كوريني بكتيريال انفكشن. خدنا الاريسترازما ترايكوماكوز اكزيلاريس اند الاخر واحده اللي هي البيتت كيراتولس. لو سالك بقى سؤال وقال لك ايه هي السكان مانيفيستيشن اوف كوريني بكتيريوم هتقول الثلاثه دول، بس ما تنساش معلش كده الكوتينس ديفتيريا. وانا مالنا مال الديفتيريا؟ ما الديفتيريا كوريني بكتيريا. الديفتيريا دي كوريني بكتيريوم ديفتيريا كوزد باي كوريني بكتيريوم ديفتيريا. ممكن يبقى ليها كوتينس مانيفيستيشن فيري رير وما بنشوفهاش تقريبا، بتبقى شبه الاكسايم بالظبط، وممكن تكون عدت على سنه اكسايم لانك بتديها انتي بيوتيك العاديه بتاعتنا بتخف برضه. بس تحط بوتن مايند ان انا الكوتينس ديفتيريا واحده من انواع الكوريني بكتيريوم. حتى ساعات بيقسموها كوريني بكتيريوم ديفتيريا ونان كوريني بكتيريوم ايه سكين انفكشن اللي هم الثلاثه اللي احنا قلناهم. فبس حط في دماغك ان في حاجه اسمها كوريني بكتيريوم ديفتيريا بتبقى عامله ازاي، بتبقى زي الاكسايم تقريبا كده. دكتوره منى بتقول باد اودر اوف ذا فود مين بكتيريال انفكشن؟ لا مش شرط، هو ممكن الفانجل بيعمل ده الاشهر، وممكن البكتيريا زي اللي احنا شفناها دلوقتي البيتا كيراتوليس، وممكن الاثنين. وفي انواع بكتيريا ثانيه هنشوف دلوقتي بوتن مايند. يعني القصد يا دكتوره منى بان انا بقول باد اودر اوف ذا فود معناها فانجل بس؟ لا، لازم بوتن مايند البيتا كيراتوليس، وبوتن مايند حاجه هنقولها دلوقتي كمان. ونخلي بالنا بقى كمان ساعات كان في سيمينار دكتوره ساره حمدي ومدرس سعد عندنا كانت قالته، كانت بتتكلم عن الزنك اند درماتولوجي وهي نزلته على الجروب مشكوره، يعني كانت بتتكلم ان في بعض ساعات ناس يجي يشتكي ان هو عنده باد اودر اوف ذا فيت وتيجي تعمل له اكزامينشن ما عندوش حاجه خالص، لا عنده لاتينيا بيدس ولا عنده لابيت كراتوليسيس ولا عنده اي حاجه خالص.
العينين دول من ضمن اللاينز اوف تريتمنت اللي بيحسن مع الانتيسيبتيك سوليوشن والكلام ده كله، ان انا اديله زنك ده بالمناسبه يعني. تمام، فالمعلومه دي انا كنت اول مره اعرفها بصراحه من ساره في السيمينار، من المعلومات الكويسه قوي، وفعلا الحاجات بنقابلها كده مش ناس له تفسير خالص. فبيقولوا الزنك بيحسن فيها، الميكانيزم بالظبط مش معروفه لكن بيحسن في الحالات دي. طيب نكمل نشوف بقى، نكمل هنشوف برضو حاله تمام دلوقتي كده تانيه. في بالمناسبه في حاجه اسمها كوتينت انثراكس برضو عشان تبقوا عارفينه، تبقى بوتن مايند برضو، بتلاقيه كده ايه بلاك اسكر كده وحاجه نكروتيك تيشو، حاجه اسمها كوتينس انثراكس. انا الحاجات اللي هي الرير قوي بعديها لكن بذكرها حتى كاسم عشان تبقى تعدت علينا. تعال بقى نشوف الحاله دي كده. تعال نبص على دي بقى، الحاله دي كده حاله ممكن على فكره نكون شفناها وممكن تعدي علينا، وهنقول ايه التركه في الحاله دي دلوقتي. ايه اللي انا شايفه في الحاله دي؟ انا شايف اول حاجه كده، شايف الفوت نفسها ماسيريتد، مهريه مهريه خالص، وشويه اروجن على شويه الجلد هنا زي ما يكون متاكل فعلا، زي ما يكون الجلد بيسموه ساعات بيوصفوه موث ايتن ابيرنس، زي ما يكون عته واكلاه، جلد فعلا متاكل من الحتت دي هنا ومنقر نقر كده صغيره، وفي حتت فيها زي اروجنز صغيره، والعيان جاي بيشتكي من بين في الحته طبعا، وبيشتكي كمان من very bad odor of feet. الشكل ده لما بنشوفه، يمكن انا برضو لما كنت بشوف حاجه زي كده بيجي في دماغي ان دي فانجر او تينيا بيدس، وابدا ابص بين الصوابع وكده ونقول ان دي ممكن سيفير تايب اوف تينيا بيدس، او ممكن تيجي في دماغنا زيكلوبولاس تينيا بيدس، لكن تلاقيها متركزه في المنطقه دي بس، زيكلوبولاس موجوده في السول كلها، وتلاقي الجلد متاكل هنا زي ما احنا شايفين في المنطقه دي. لو كبرنا الصوره شويه كمان شايفين المنطقة دي كده، الجلد زي ما يكون متاكل متاكل فعلا، والتو ما بين الصوابع كلها افكتد، حكاية سيفير قوي. كرة سام بتقول اروسف تينيا بيدس ده وارد طبعا. انا اللي عايز اقوله هنا طبعا اكيد في فانجل انفكشن في الموضوع، لكن اللي عايز اقوله هنا بقى الاهم من الفانجل انفكشن او الاساس في الموضوع الفانجل هيك كو فاكتور هو السودومونس. انا اول ما عرفت المعلومة دي كانت بالنسبة لي ده سودوموناس ممكن تعمل حاجه زي كده. بيسموها سودوموناس تو ويب انفكشن، او ساعات بيسموها تو ويب سندروم، ان السودوموناس بتخش في الموضوع ده وهي اللي تعمل لي الشكل المأساوي اللي تلاقيه سيفير قوي كده وتلاقي الجلد متاكل. اهميه المعلومه دي في ايه؟ ان انا لما اعرف ان انا هنا في سودوموناس يبقى انا لازم في العلاج بتاعي مش مجرد توبيكال انتي فانجل وسيستميك انتي فانجل بس، ده لازم ادي توبيكال انتي بايوتيك تشتغل على سودوموناس وسيستميك انتي بايوتيك تشتغل على سودوموناس. دي معلومه مهمه قوي انا برضو لسه اعرفها قريب وممكن تقابلها بالذات في الناس الاثليتس او الناس اللي شغالين رجلهم في ميه على طول، عندهم بوسيبيلتي كده. يبقى نحط في دماغنا نزود على المعلومه الاساسيه عندنا ان التينيا بيدس او التو ويب انفكشن او الشكل اللي هو المنظر الماسيريشن ده دايما بيبقى فانجل، نحط بس نزود عليه حاجه ان السودوموناس بتخش بدور قوي 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 لما تلاقي الحكايه سيفير بالمنظر ده، وبيسموها حتى بيسموها تو ويب انفكشن. دي مقصود بيها ان في سودوموناس انفكشن جامده جدا في الموضوع هنا، فبالتالي لازم الفكره هنا ان انا ادود توبيكال انتي بايوتيك. هنقول ايه هما اللي بيشتغلوا دلوقتي؟ ان سيستميك انتي بايوتيك اكتنج اون سودوموناس او انتي سودومونال سبيكترم مع الانتي فانجل. ادي انتي فانجل حاله زي كده لازم ادي انتي فانجل كبروفلاكتيك بالمنظر ده، وفي الغالب الفانجل هنا ككو فاكتور. حلو كده الكلام؟ يبقى دي مهمه اول حاله زي كده ما ننساهاش. طب نشوف كده كمان حاجه وهنقول بقى اللينك ما بينهم كلهم. احنا شفنا التوب انفكشن، الحاله دي ايه؟ اول يلفت نظرك قوي هنا اللون الاخضر، اللون المخضر، دول بيسميها حاجه بنسميها جرين نيل سندروم. جرين نيل سندروم دايما اللون الاخضر ده مرتبط معانا حتى ايام ما كنا طلبه كده بالايه، بالسودوموناس. السودوموناس بتعمله اهميه ده برضو حاجه زي كده، ان انا احاول اعمل ابلكيشن لحاجات توبيكال انتي بايوتيك تشتغل على السودوموناس، ودي سيستميك برضو انتي بايوتيك تشتغل على السودوموناس. في الحالات دي بقى انا ممكن اعمل هنا نيل استراكشن، اشيل النيل وابدا احط توبيكال على المناطق دي، فدي بنسميها جرين نيل سندروم، اللون المخضر ده كومن قوي. ما تقولش عليها بقى، ما اقولش على دي حاله تيني انجوم، ما بيبقاش فيها اللون المخضر ده. في بعض حالات رير شويه من الفانجل انفكشن اوف ذا نيل بتبقى بالاسبرجلوزس او بالحاجات اللي هي السابروفايتس، ممكن تدي كده لو انت شكيت هتعمل كيو اتش، لكن دايما اللون المخضر قوي في النيل ده بتاع السودوموناس. شفناها دي من المره اللي قبل اللي فاتت في
فاكرين الهيستوري العيان اللي كان في بركة سخنة شوية او كان في ساونا، وبعدها في المنطقة اللي هو تحت، ساعات بتبقى تحت التيشيرت اللي هو لابسه، بدأ يطلع له اريثيماتا سبابيول كتيرة قوي موجودة في جسمه، و زي فولليكولايتس بس كتيرة قوي، وجاية هيستوري بعدها ب 24 ساعة من نزوله في مياه سخنة او في بركة مياه سخنة او في ساونا، دي اللي بنسميها السودومونال فولليكولايتس. سودومونال فولليكولايتس حاجة برضو، دي انا المعلومة دي كنت اول مرة اعرفها بصراحة وانا بحضر، ان في حاجة من حاجات السودوموناس بيقولوا عليها الهوت فود سندروم. هوت فود سندروم دي برضو الهيستوري مهم، فايتال هنا الهيستوري. العيان ده انت جات لك امتى؟ ده جاي اكيوت اونست من امتى مثلا؟ دي بقى لها مثلا يوم ولا حاجة. طب انت كنت فين او كنت بتشتغل ايه او كده؟ دايما بيدي هيستوري ان هو كان بيمشي برضو في بركة مية او ماشي في ميه، وحظه ان الميه دي فيها سودوموناس، ان السودوموناس من الحاجات برضو اللي بتحب جدا الميه، زي الايه الفانجاي كده. فتلاقيه يجي يشتكي بفيري بينفول اند تندر بابيول اند نوديول موجوده في منطقه السول، بهيستوري مرتبط قبلها بيوم ولا حاجه بان هو مشى في ميه، سواء بقى ميه سخنه او مش سخنه، بس حظه ان الميه فيها سودوموناس. انا كانت بالنسبه لي جديده وكنا لازم نشوفها عشان نعرفها، ممكن ما كنا ما حدش منا شافها كلينيكال، ممكن نكون شفناها وعدت علينا، لكن في حاجه اسمها سودوموناس هوت فوت. هوت فوت سندروم يعني رجله فعلا بتبقى ريسيماتس نوديول وبابيول وكتير قوي وبتوجعه. انت لو انت ما تعرفش وشفتها ممكن تقول عليها مثلا حاجه من الحاجات زي ارسيما نودوزا مثلا او بانيكولايتس، او ممكن ما تعرفهاش خالص ايه اللي بيعمل البرزنتيشن ده، نعرف نحط بوت ان مايند بس ان سودوموناس ممكن تعمل حاجه زي كده. في معظم الحالات لحسن الحظ انها سيلف ليميتد، لكن لو مش سيلف ليميتد والحاجه جامده قوي، لما ادي الانتي سودمونال تريتمنت هيحسن جدا في الموضوع، بس برضه هيستوري مرتبط بالميه. تمام؟ اللي بنسميها ايه الهوت فوت سندروم. طيب يبقى دي لما جينا نتكلم بقى برضه ممكن يجي سؤال، يجي لنا سؤال كده ايه الحاجات، هنشوف بس برضه حاله كمان كده سؤال كده، ايه الحاجات اللي مي او السكين مانيفستيشن اوف سودوموناس انفكشن. هشوف بس كده، هنحضر حاله كمان كده نشوفها، كنا شفناها قبل كده هنوريها لكم اهي عشان نبقى نكمل كلامنا كله. لو تفتكروا اللي شاف معانا اول مره في لايف ونزلنا الحالات، ليجن عندي دايما في الانوجينتال اريا، في العيان في الغالب بيبقى ميونو كومبرومايز او محجوز في مستشفى، وتلاقيه يبدا يطلع له كراستد ليجن وكراست لونها مسود قوي او بني غامق قوي قوي قوي، والسيفير بين دي اللي كنا قلنا عليها لو نفتكر اكسايما جانجرنوزم، وقلنا ساعتها تو بوتم مايند ان دي سودوموناس هي السبب هنا، يعني دي جرام نيجاتيف يبقى مد علاجي هركز قوي في علاجي على جرام نيجاتيف انتيبيوتيك او انتي سودومونال تريتمنت، فدي واحده من المانيفستيشن بتاع السودوموناس. نكمل او نقول بقى التجميعه بتاعت السودوموناس. احنا قلنا اول تجميعه النهارده بتاعت الكوريني بكتيريوم سكين انفكشن، هنقول بقى النهارده التجميعه بتاعت الايه السودوموناس. ان السودوموناس انفكشن اوف ذا سكين بتعمل لنا كذا حاجه، قلنا الجرين نيل سندروم اللي شفناه، بتعمل السودوموناس التو ويب انفكشن زي اللي شفناها دي، ودي مهمه قوي قوي لان بنشوفها كتير، حط في دماغك السودوموناس ممكن تعمل كده، بتعمل لنا السودوموناس فولليكولايتس، بتعمل لنا الحاجه الجديده اللي قلناها الهوت فوت سندروم او سودومونال هوت فوت سندروم، بتعمل لنا الاكسايما جانجرينوزم، وكمان ممكن بتعمل حاجه كمان يمكن ما بتشوفهاش احنا، بتروح للانف والاذن بنسميها اوتايتس اكسترنا. يعني من ضمن الحاجات اللي سبب الاوتايتس اكسترنا تلاقي العيان جاي يشتكي وجع جامد قوي في ودنه وبيرلنس تشارج جرينس تشارج، دي برضو من ضمن المانيفستيشن، وبتعمل حاجات ساعات مالجنت اوتايتس اكسترنا في الناس الايمونوكومبرومايزد كمان. يبقى لو جينا عديناهم كده هم تقريبا سته. سؤال ممكن تسال شفوي، ممكن تسال في تجميعه في امتحان، ايه هي السكين مانيفستيشن اوف سودوموناس او سودومونال انفكشن اوف ذا سكين دي جرام نيجاتيف، هنقول علاجها بقى دلوقتي. جرين نيل سندروم، التو ويب انفكشن، تمام، والسودومونال فلوكولايتس، سودومونال هوت فود سندروم، اكسايما جانجرينوزم، ونمره 6 اوتايتس اكسترن. العلاج بتاعنا مينلي بيشتغل على جرام نيجاتيف، ابسطهم خالص توبيكال، ممكن ادي ايه؟ بمنتهى البساطه ممكن ادي حاجه زي جنتامايسين،
منتهى البساطة، أو الفاركوسين أو الكلام اللي هو الأسامي التجارية كلها. ممكن أدي كليندومايسين برضو، بيشتغل ساعات على الجرام نيجاتيف. طب سيستميك من الحاجات المهمة أوي، بتجيب نتيجة كويس جدا مع سنوس، اللي هو إيه؟ السيبروفلوكساسين، مجموعة الكينولونز السيبروفلوكساسين. يبقى الحاجات دي كلها لو انا عايز ادي حاجات توبيكال، هدي توبيكال بيشتغل على الجرام نيجاتيف. انا عارف بقى ان دي سوزمونس، يعني جرام نيجاتيف، يبقى هتشتغل اكتر جنتامايسن كليندامايسن. توبيكال وسيستميك هو مجموعات السيبروفلوكساسين از ذا بيست في الحالات دي. كده تقريبا خلصنا، اتكلمنا فيه عليها على حاجتين مهمين قوي، على الكوريني بكتيريا سكين انفكشن، وما ننساش الكوتينس ديفتيريا تحط حتى معانا كاسم، والحاجة التانية اللي هي السودومونال سكين انفكشن. في حاجات احنا عارفينها كتير، وفي حاجات قلناها يمكن جديدة. كده بإذن الله رب العالمين، زي ما اتفقنا الأربع اللي جاي هيبقى إن شاء الله أوف، مش هيبقى في حاجة بإذن الله، هنريحكم إن شاء الله رب العالمين. الأربع اللي بعده هنخلص البكتيريا، وزي ما قلت لكم كده وقلت في الأول، يمكن الناس بس ما كانتش موجودة، إن أنا مبسوط جدا إن الحمد لله رب العالمين هنخلصها من تكست بوك محترم، وشفنا معظم الحالات اللي ممكن تيجي في البكتيريال، وشفنا كمان شويه حاجات ديفرنشال دايجنوزيس. باذن الله بعد كده هيبقى في مره ليبروسي، ومره بعد كده هتبقى التي بي والاتيبيكال مايكرو بكتيريال اللي بتبقى دايما غايبه عن بالنا، هنشوفها بقى بصور بديفرنشال دايجنوزيس بريجيمين اوف تريتمنت، كل حاجه باذن الله رب العالمين. دي تبع المايكرو بكتيريال. لو في اي حاجه استفسار اكتبوه على البوست اللي كنا حاطينه امبارح، وانا ان شاء الله ربع ساعه نص ساعه بالكتير هنزل لكم البي دي اف بالصور بتاع الحالات اللي شفناها دلوقتي، ويا رب يكون في استفاده. وباسف تاني على التاخير اللي حصل واللخبطه اللي حصلت، ونشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله رب العالمين الاربع اللي بعد الجاي. السلام عليكم.